تعالوا إلى كنز عظيم. يلا ندخل مسابقة إحنا فيها الفائزين، هتبقى أنت رقم واحد. يلا بينا نشوف الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: شكا فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إحنا داخلين بقى في العيد وكده، أكيد هيشتكوا، ما معناش نجيب خروف العيد، ما معناش نجيب لبس العيد، ما معناش. لا يا عم، الناس دي كانت شكواهم تانية، الناس دي كانت شكواهم إن هم عاوزين يعملوا هاي سبرنت، يعملوا وثبة قوية إلى الله جل وعلا. فراحوا يشتكوا حالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، يلا بينا نصلي على النبي مال صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا من الجنة. الناس الأغنياء عدوا وصلوا لدرجات عالية من الجنة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. أمال في إيه؟ قالوا: ولهم فضل مال يحجون به ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. الأغنياء يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معهم فلوس وإحنا ما معناش. كل شوية يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نلاقيهم رايحين يحجوا، رايحين يعملوا عمرة، خارجين للجهاد ليتصدقوا، هيسبقونا هيسبقونا يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعمل احنا ايه دلوقتي في الورطة اللي احنا فيها دي؟ الحنين جابر الخواطر بحبه قوي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايه؟ ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه. إيه ده الجمال ده؟ أنتوا هتبقوا رقم واحد في مسابقة الناس اللي قبلكم، الناس اللي قبلكم محدش هيجي يسبقكم، واللي بعدكم برضو أنتوا هتبقوا سابقينه، والناس اللي عايشين معاكم دلوقتي برضو أنتوا اللي سابقينه. قالوا له: قول قول، هات يا سيدنا النبي. يلا يلا نسمع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. بزعل قوي لما واحد يخلص صلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويقوم مدد ايده في جيبه عشان يشوف مين اللي كان بيرن عليه في المحمول، ويقول له: ايوه، عمل ايه، عاوز ايه، ايه، انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه. ده انا عاوز اقول لك ان كأن دي كانت هدية ربنا ليك بعد الصلاة. انت عاوز تضيع اجر عظيم جدا، اجر ان انت تبقى رقم واحد في المتسابقين الى الله جل وعلا. سبيلك في هذا ان تلزم مجلسك وانت لسه بحرارة الجلسة الإيمانية اللي كنت فيها في التشهد، وتقعد تسبح، تعد 33، تحمد 33، تكبر 33، أو تجمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتكمل المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الموضوع ما عادش إن حد سبقك بحج وعمرة وصدقة وجهاد، أنت عديت ده كله. الجميل إن هم فرحوا جدا ورجعوا يعملوا الكلام ده شوية، ورجعوا تاني ويشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: عجبك كده يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إيه، في إيه تاني؟ قالوا له: علم إخواننا الأغنياء بما قلت لنا فعملوا مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عشان تعرف إن الناس الفقراء مش اللي ما معهمش فلوس، أو الناس الغنية هم اللي معاهم فلوس، الناس الفقراء هم اللي يقابلوا ربنا مفاليس من الحسنات، الناس الأغنياء هم اللي يقابلوا ربنا بجبال راسيات من الأعمال الصالحات. يلا نغتني، يلا نزود رصيدنا الإيماني، رصيد التقوى، رصيد الحسنات. دونكم فضل الله جل وعلا، فانهلوا منه احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.